وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين وعلى المستوى الرسمي أيضا كمان من نادي صن داونز، وبعد ذلك بعدها بأقل من ساعة نادي مازيمبي الكونغولي. تعليقك وسبب كمان اهتمام جنوب القارة وغرب القارة بمباريات الأهلي في البطولة. أولا النادي الأهلي بيمثل قارة إفريقيا، مش بيمثل بس نفسه. الناس هنا بتبص للموضوع ده يا كابتن محمد، إن أنت بتمثلنا، بتمثل القارة الإفريقية. صن داونز عمل تويتر تهنئة للنادي الأهلي، قال له اجعل أفريقيا فخورة. طبعا تلاها تيبي مازيمبي الاهتمام قوي جدا، بطولة عالمية. بيمنوا النفس ان طبعا بطل القاره الافريقيه ان هو يغرد بعيد ان شاء الله في بطوله العالم اللي بيلعب فيها دلوقتي في قطر، وان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب يحقق لابعد ما يمكن ان هو ممكن يوصل له ان شاء الله. طيب، وسائل الاعلام اهتمت بشكل كبير بتاهل الاهلي ومواجهه بايرن ميونخ. طبعا ده ظهر من خلال بقى التويتر الرسميه لصن داونز والمازيمبي، رغم ان الانديه دي بالمناسبه يا كابتن خالد منافسه للاهلي في البطولات الافريقيه. انت قلتها يا كابتن محمد، منافسه في البطولات الافريقيه، انما دلوقتي النادي الاهلي بيلعب باسم افريقيا. تمام. طبعا احنا مش موجودين، تيبي مازيمبي مش موجود، مفيش فرقه افريقيه موجوده غير النادي الاهلي هو بطل القاره، هو بيلعب باسم افريقيا. فطبعا التهنئه، الامور اللي اتكلمنا عليها قبل كده، الروح الرياضيه، احنا بنتنافس انا وانت في الملعب، في تنافس شريف بيننا وبين بعض، انما لما بتلعب باسم القاره احنا دايما كلنا في ظهرك ودايما كلنا معاك وبندعمك. فدي كانت الرساله الموجهه من نادي ماميلودي سان داونز ومن نادي تيبي مازيمبي، وان شاء الله ان شاء الله يا رب في المستقبل بتمنى كل الانديه الافريقيه تحذو حذاء سان داونز وتيبي مازيمبي لتهنئه النادي الاهلي، او تدي للنادي الاهلي الدفعه المعنويه اللي هو محتاجها، لانه زي ما قلنا هو بيلعب باسم القاره الافريقيه. طيب، هسالك على ماتش بايرن ميونخ واسالك على ردود الافعال بعد انجاز بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي، لكن انا لفت انتباهي امبارح او قبل مباراه الاهلي والدحيل، انت كتبت ونشرت تغريده قلت فيها حسين الشحات هيكون عريس مباراه اليوم. وقبل مباراه البايرن النهارده انت بتتكلم على ان النادي الاهلي باذن الله هيقدر يعمل مفاجأة ويعمل نتيجة طيبة في مباراة البايرن. قول لي ده إحساسك بناء على إيه؟ وإزاي كنت عندك الإحساس إن حسين الشحات بالفعل هو عريس مباراة الدحيل قبل إقامة المباراة بأكتر من حوالي 10 ساعات؟ بالنسبة لموضوع حسين الشحات يا كابتن محمد، طبعًا كلنا عارفين ده لعيب ممتاز جدًا، لعيب مفتاح لعب في النادي الأهلي، وحسين الشحات محتاج الدعم من جماهير النادي الأهلي. بيلقى الدعم طبعا من الجهاز الفني لانه لعيب كويس، ممكن يحالفه سوء حظ، بس هو لعيب كويس جدا، فلازم مننا احنا كجماهير لازم نكون واعيين، لازم نكون في ظهر اللعيبه بتاعتنا. اما بالنسبه للتويته فهو كان احساس داخلي ان انا كنت حاسس ان هو هيكون عريس مباراه، لان انا عندي ثقه في امكانيات حسين الشحات وباقي اللعيبه، انا بس ركزت على حسين لان انا كنت بدي له دفعه معنويه، وكنت عايز الجماهير برضو تكون بتدي الدفعه المعنويه بعديه، علشان حسين كان محتاج ده، والحمد لله كان عند حسن الظن. اما بالنسبه لتغريده بايرن ميونخ، انا هنقول لك هم محمد كلمتين مش ازيد، على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي قدامه فرصه لتسطير اساميهم من ذهب، ان هو يوصل نهائي كاس العالم للانديه. بايرن ميونخ عارفين ان هو بطل اوروبا، ما تنساش برضو ان احنا بطل افريقيا، بتكلم على النادي الاهلي بطل افريقيا. طبعا الكوره ملهاش كبير يا محمد، انت بتعرف الكلام ده، لازم المسج بتاعنا والرساله بتاعتنا تكون للجهاز وللاعبين، انك انت 11 لاعب في الملعب ضد 11 لاعب، في فرق امكانيات، في فرق حدث ولا حرج، بس انت في النهايه ما عندكش شيء تخسره، انت في النهايه بتلعب باسم النادي الاهلي، انت عندك قاعده جماهيريه تفوق قاعده جماهيريه بايرن ميونخ لو بيتكلم في بلده. القاعده الجماهيريه في النادي الاهلي اعلى، القاعده الجماهيريه انت عندك قاره كامله 56 دوله هم في ظهرك، هم معاك، سطر اسامي اللاعبين، سطروا اساميكم بحروف من ذهب، المنافسه او المباراه دي بالذات هي اللي هتاخدك للبطوله، المباراه نصف نهائي بس انت بتضرب عصفورين بحجر، انك تعدي من البايرن الناحيه الثانيه انت خلاص مفيش حاجه هتوقفك انك تاخد كاس العالم للانديه. وزي ما قلنا النادي الاهلي دايما بيبقى عنده اهداف، ده هدف من اهداف النادي الاهلي، ليه ما نلعبش ان ناخد البطوله؟ انا مش شايف باذن الله انه ما يكونش فيه سبب ليه انا نلعب، وانا نحترم نادي بايرن ميونخ
لازم نحترمه بس ما نخافش منه. لازم نلعب في 11 لعيب في الملعب، احنا عندنا 11 راجل هيكونوا في الملعب مع اللي يختاروا الجهاز الفني ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. انا عندي يقين وعندي احساس كبير جدا ان احنا هنعدي بايرن ميونخ، ليه لا؟ ليه لا؟ طيب عايز اسالك على الاعلام في جنوب افريقيا ومتابعته لانجازات الكوتش بيتسو مع جهازه الجنوب افريقي، يوشا وموسي وكابيلو وكيفين جونسون، يعني تعليقك على هذا الموضوع، وفي نفس الوقت انا عارف انك دايما على علاقه طيبه بكل افراد الجهاز الفني، احساسهم مشاعرهم في هذه اللحظات قبل هذه المباراه. مش عايزين ننكر يا كابتن محمد، كوتش بيتسو ده بالنسبه له البطوله الثانيه اللي هو يلعب في كاس العالم للانديه، كان عنده سبق انه لعب قبل كده في بطوله 2017، عنده من الخبره اللي تقوده ان شاء الله مع جهازه الفني، مع المحللين الاداء، مع كابريلو، مع كيفن، مع كابتن سامي قمصان، مع الجهاز الفني كامل، ان شاء الله هم قادرين. الاعلام بيتكلم، الاعلام بيسنده، في النهايه هو بيمثل الدوله هنا، دوله جنوب افريقيا، اكيد دايما اعلام كله في ظهره، بيقول دايما ارفع علم جنوب افريقيا في العالي، فطبعا بيلقى سبورت هنا ودعم عالي جدا من حيث المنظومه الرياضيه في جنوب افريقيا. طبيعي جدا من الصحفيين والاعلاميين ان هم يكونوا بظهره، لانه في النهايه هو بيمثل جنوب افريقيا. على الوجه الاخر النادي الاهلي اللي الناس دايما بتبص له، النادي الاهلي اللي هو بطل القاره، احنا دايما بنتفرج على بطل القاره لما بيلعب بره، احنا بقى دلوقتي بطل القاره اللي هو النادي الاهلي اللي فيه معظم الناس بتحب تتفرج عليه، زائد على كده ان هو الكوتش بتاعهم كوتش من جنوب افريقيا، فاكيد هتلاقي الدعم من جنوب افريقيا زايد شويه على النادي الاهلي اكيد. طيب يوشا طبعا محلل اداء فريق النادي الاهلي، وفي المقابل غلام محلل اداء فريق سان داونز، شايف تجربه شقيقه في الجهاز الفني للنادي الاهلي، واكيد هيتابع معاك مباراه بايرن ميونخ، دي من الكواليس طبعاً بقى. طبعا يوشا هو اخو غلام، يوشا على اعلى مستوى فنيا، تحليل فني يوشا ما يقلش عن غلام، يمكن غلام عشان اكبر شويه يبقى هو عنده الخبره الاعلى. طبعا غلام بيتفرج معاه المباريات، حتى كان حل المباريات الدحيل، كنا بنتكلم على المباراه ونقاط الضعف وكده، فهو نفس الكلام ان هو ليه الاهلي ما يكسبش بايرن ميونخ؟ ليه دي مباراه كره قدم، في مفاتيح لعب اكيد الجهاز الفني ومحللين الاداء اللي موجودين مع كوتش بيتسو هيلعبوا على نقاط القوه، نقاط الضعف ونقاط القوه. اي نعم بايرن ميونخ ما عندوش نقاط ضعف، تمام، هيلعب على نقاط القوه بتاعته، بس لا هنلاقي ان شاء الله وهنقدر نوصل. دي مباراه كره قدم في النهايه، دي 90 دقيقه، عايزين نلعب 90 دقيقه مركزين تركيز، انسى انك بتلعب مين، انسى انت بتلعب مين، العب المباراه من 90 دقيقه زي ما قلنا يا محمد، العب وركز، ركز في تعليمات الكوتش.